ما دام بالمزمار طيب وموجود أنا بخير كل خير لقيته خالد حميد الفعل والرأي محمود داخل بيته ثنت قوتي على شمخ الطود راسني يذري ويحم على نصيته مقدم هل البزعات حمايته الضاد نعم ستع لرياء وضاع لميته نسل الزعيم اللي حمل رايته العود يوم الغزو والوقفة المستميته اللي على نجد المسمى خذ القود حتى وصلت راكب الفسوسيته هذا حديد الشيخ والطيب والجود الطيب اللي لا بغيته لقيته على وفاه طيبه وفعله شود من فزع تاريخ المعالي رقيته ما يعرف الذله ولا يعرف الزود يعرف يقوم بلازمك لا نفيته ما دام بالمسمار طيب وموجود انا بخير وكل خير لقيته خالد حميد الفعل والله محمود ما سكر من داخل بيته له مجلس بالكيف والطيب مهود له سورة من صبحه اليوم بيته عليه مني عز ما دعد عنه كلام والدم ضمير جنيته هقدمه مفاخر المسك والعود صاحب اللي لا بغيته لقيته فنت قوتي على شمخ الطود راسني يذري ويحم على نصيته مقدم هل البزعات حمايته الضاد نعم ستع لرياء وضاع لميته نسل الزعيم اللي حمل رايته العود يوم الغزو والوقفة المستميته اللي على نجد المسمى خذ القود حتى وصلت راكب الفسوسيته هذا حديد الشيخ والطيب والجود الطيب اللي لا بغيته لقيته على وفاه طيبه وفعله شود من فزع تاريخ المعالي رقيته ما يعرف الذله ولا يعرف الزود يعرف يقوم بلازمك لا نفيته ما دام بالمسمار طيب وموجود انا بخير وكل خير لقيته خالد حميد الفعل والله محمود للضيف ما سكر من داخل بيته له مجلس بالكيف والطيب مهود له سورة من صبحه اليوم بيته عليه مني عز ما دعد عنه كلام والدم ضمير جنيته هقدمه مفاخر المسك والعود صاحب اللي لا بغيته لقيته صاحب اللي لا بغيته لقيته